السلام عليكم، حياكم الله شباب، معي فهد الشيحة في هذا الفيديو الجديد. هلا والله. طبعا انا قلت لفهد قاعدين نضيع وقتنا احنا في الالعاب اللي ما تفيد ولا تسوي شيء، كلها قتل وتدمير، لازم نصير ناس افضل. لذلك قررنا اننا نصير نزرع حمص مزارعين ونتعلم كيف نزرع ونتعلم كيف نفيد البشرية ان شاء الله في هذا الفيديو. فهذه لعبة فارمينج سيميليتر 2017، نسخة 2017 فيها اخر طماط واخر جرجير. فالحين يعني ان شاء الله فهد وش يساعدنا ان نسوي نضبط مزرعتنا. طيب نركب السياره احنا، اه اقدر اركب السياره واسوقها. طيب يس يلا ازرع. لا هذه اللي حط فيها بعدين المحصول. المحصول هذه اللي تجمع المحصول. لا واضح. هذه وش ذي؟ اي هذه تقطع، هذه تقش. ايوه يلا اشتغل. طيب الحين نضبط البطار، اول شيء لازم تشبكها. ايه بعدين تختار ضغط البي، تختار انفولد اتوقع، شكه هيك الشكه اللي فوق اللي صراحه عندك. بعد تنزل تحت كيف كذا تطلع. ايوه انزل في تشغلها صح. اه صوبك تشتغل حلو حلو من قطع. يلا يلا محمد الجو زي كذا تقدر تقطع اشياء وانت مروق، ينقص بس حاجه واحده صح. راديو، في راديو تخافني والله، في راديو بس خلنا نشوف وينها قاعد. ركب الراديو في كوس هرم هذا شاف راديو. لا شوف في راديو انترنت بعد يصير في ايوه هذه اه ليدي جاجا. ادخل ما يحب على ليدي جاجا ومزارع مدة وش اسوي بقى. خلي الجو ارجع ارجع فوت شوي اشوف فوتهم. شوف ارجع شوف اشتغل صح شغل متكامل. محمد انا بسوي زي السعوديين، ليه اشتغل؟ اوظف ثاني يشتغل بدالي. ايه طلعت الحين تسلح في البيت طالع نقص من الفلوس. تقدرون توظفون الناس تسوون مكان يعني مكان. ايوه انت تسوق وش الشغل؟ صديق وين روحي؟ وش سوى ذا؟ هلا هو يعرف هو كذا مبارك ما عليك يضبط كل شيء. خش من النص راح يعيد، ما عجبه شغلي فراح غيره. فنفس الوقت في طريقه تسوي تبدا كذا تنقل السياره بدل ما تمشى. عرفت اي. فهذا الشيء الثاني، اول شيء دائما تسوي اتاتش تشبكه وبعدين تسوي كذا وتضغط فولت. اوريك شغل جرانديدا مو هذا اللي ينطلق بعدين الضغط تشغله عشان بس الناس ما يحسبون ان ذي نكته اللعبه. اي لا لا جد 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 كل شيء، كل السيارات اللي فيها والمعدات اشياء صدقيه يعني موجوده. كل اشياء موجوده ذي حقيقيه اللي كل تشوفونه هذا فعلا طبق الاصل. اذا عندكم خبره زراعه زي انا وفهد راح تعرفون نظام هذه السيارات وكل شيء. انا ليه اشتغل اصلا؟ يلا وين الثاني؟ خلنا نحطه ذا. يلا روح توكل الله معك روح. هلا بعد في عندنا هذا قاعد يشتغل رقمهم. هذه انت قاعد توريهم الطريق صح؟ ايه تسوي وحده كذا وبعدينهم يعلمهم سووا كذا صديق بعدين نركب. ايوه هذه هنا بنزرع صح؟ ظهر هذه ما في شيء اصلا نشيله. هذه اتوقع هذه اللي تنفرش كذا والله؟ في واحده تنفرش جامده. طيب بما ان هذا شيء ملل فخلي ايش خلي واحد يشتري يجيب واحد شوف هذا موجود قاعد بعد احنا بنقعد نجهز. يلا راديو شو شغلك؟ هاي هيلبر سي اسمه. وش فائدة القطار ذا؟ شغل واحد يسوق القطار. ليش؟ ايش يسوي فيه طيب اصلا؟ شوف قاعد يسوقه هذا داخل ايه بس يسوي فيه بعدين؟ وين وش الظهر هذا تحط فيه وزن كرامة تبن لما تجمعه؟ هو مفروض انك تنقل في شيء بس ما عندك شيء. شوف هذا اكوام التبن قاعد تسوق هنا. طب رجع 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 عشان بعدين يلقونه لما يموت. خلاص لازم يرجع لازم. اوش القطار دقريوس؟ ايه دقريوس والله؟ ايه والله. وقف 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 طق بريك طق بريك. ايش يقول لك ستارت فيلم؟ فيلم وش بالضبط؟ ما في شيء. اوه مداخل تصوير حركتات. عشان اضغط الزر الاحمر ذا خل اوقف ولا شيء. ما ادري شلون اوقف. اوكي نزلت انا خلاص. شوف القطار قام يمشي لحاله. راح جيبه رجعه. شوف القطار والله بعد ما عندك سالفه. شغل واحد يسوق عننا القطار بس زي ما شغلنا كل شيء. ما القطار ما بدك تحط والله لازم انت تسوق لحالك. لازم انت تدبر نفسك. مو المذله كلنا يخاف من القطار او انه ما له فائده الحين ما ادري. ما في شوف انت مشي خفيف واطلع زي قبل شوي. هو بيوقف الحال ان شاء الله يوقف صح. في ديتسون هنا اي هذا والله خلاص امشي يلا اقلب الجي تي اي. راح نطعس لاحظ وين ما ادري ليش معطيني هذا وش سوى فيها ذي وين اروح؟ الظاهر تروح تشتري اغراض من المحلات. روح والله واو واو ترجع تسقع سيارات ملعب صابوني مو شارع.
وش ذا؟ حركات تشتريهم ذول ولا؟ إيه هذا حقة الفرتلايزر؟ إيه هذه حقة الجامدة خذ. طيارة ذي مو؟ أقولك ده 15 خذ اشتري واحدة. لو ماركات صدقية ذي. أنا عارف كل هذا صدقي. حنا ما نفهمه بس اللي يلعب بهذا يفهمه. ليس. تقدر تسجره؟ تجار. لا تقدر تشتريه بعد. تشتري 13000 او تتزاجر ب 1000 احنا فقاره عندي 24000 وين 13000 نص ثروتنا بتروح خلنا نسوي حصاد اول بعدين نرجع نشتري طب اول شيء رجع سيارتك حاول خذ شيء بصبوب خرب المحصول انت ارجع صديق صديق اشوفك ترى ما تشتغل هلا عشان امشي صح عدل لنا المسار لا المصيبه بعد في برضو يد كنترولر خاصه فيها هذا كبره كذا فيها دركسور واشياء وزار حقت مزرعه هذا ده والله العظيم هذا هي جمع الحصاد صديق معلش ايوه وش هذا طلع اي انا اوضح هذا معك لا في شيء يشفط كذا صح لا هذا يعني اكيد اي صديق هذا ما عنده صح يا الله يا تكري كذا ايوه بعدين كل حاله بده ينزل وي لا تنزل نزل برا وين؟ بس بتقطع برا يا اخي ايش الرؤيه دي؟ حاولت بعد مو حاول لعبه حاول ايوه شفت؟ جمعنا الحصاد الحين ميكروفكس والله خبره مزارع ما شاء الله عليك انا قلت سوري اللي انت فيه شو تسوي بعد؟ خل هذا يروح يكمل شغله الحين اودي هذا اوديه عند مكان لحظه وين؟ في خريطه صح هنا؟ ايه اوكي ظهر عند هذه الرصاصيه رقم 19 شيء غريب هيك كنا ذي تشبه اي هذا يعني والله يجي عندها طبعا هنا في هو التوتوريال موجود اذا تبي انت ما عندك شيء اذا تبي تتعلم فاضي وتبي تتعلم اللعبه تقدر عادي يمديك بالراحه بس زي النحو زين اوقفها كذا اوكي الحين كلوز كفر حط ربال ما اذا في رمل مدريد حلو اذا في هنا اذا في مطر حط ربال زي كذا في الارض نزلتها هذا حلو اوكي بعدين ما ادري ليش هنا وصلت التوتوري لو نمشي ما ادري وش معك ذي تعال يشتغل عندنا ذا ولا ايش قاعد ليش يتمشى في مزرعتنا وقفه وقفته انزل نزله لا نزل هناك ستيك هاوس اما والله شوف دايم اكل اي والله يا ارحمنا اوقف مضغط هذا برج الكلب مقفلين ذول ايه باكل ايش هذا؟ والله ما لهم داعي يعني انا ازرع لكم واحد ومدري ايش وهذا ولا يوكلوني وش الداينر مقفل ذا تحين النور و خش عليهم من ورا نشوف شو شغل مثل جير والله قلت ليش لعبه زي هذا احنا جربناها ما ادري طيب اقدر اسوي افصل الكهرباء عليهم طفي الكهرباء ما في انتراكشن يد ما عندي هوز انا حق الانتخابات الامريكيه من جد روح انزل في الماي انزل انا ما حبيت السياره اصلا ابي افتك منها انا خلاص ادل الطريق احطها كذا في مسار القطار واروح اسقعها واجيب القطار انا اوصل هنا لا قطه في الماي بس لا تموت معها عادي شلونك ليكم ما تروح اصلا لا خلص ان شاء الله ايوه بق. حول عليها والله سوي تليفورت لا كيف صرت تسبح ايش هذا لا ما يصير الظاهر جاي بس اسبح خلينا نشوف كم يدفع اصلا يلا قاعد 82 كيلو بس اسرع من حق دمام الرياض من اليكس يونغ شكله نص صعب ذا والله من جد شوف وجهه والله بيدفع لنا 2800 دولار عشان نضبط له الامور وش فيها بنته هو مش ستارت ستارت قدام ستارت. يديني ميشن 2800 دولار اوكي هذا شيء حلو يلا ايش اسوي ما ادري دعس
شوف عاد نركب الجرانديزر حقه والله عليك تركبهم اول شيء شوف اتاتش قدام اوكي اثنين ورا دايزر والله صدام كذا صح علي صح عليك والله انت تستهين بخبرتي الزراعيه طيب هنا يقول لك انفول دايزر بعدين والله يمديني نقش كثير ارجع ارجع عدل وضعك هذا بعدين الحلو فيه كل اله كل ماكينه لها ازار هذه المعينه ال بي حق اللي ورا والار بي حق اللي شال فولت سبراير لو تر اون سبراير يلا نزرع له تعقيم احنا يعني نظف نظف التعقيم ذلك ما ادري جدا بس يا نسقي يا نعقم ما ادري والله في عداد حق الشيء شيء مؤشر بيقول لك انك كنت يمكنك من مستعجل يس خلاص المشن عطانا 2285 بونس عشان خلصت بسرعه وجني تشيفمنت حركات الحين وشو؟ نروح مشن ثاني ايش نشوف بسرعه هذا اللي ورا قطارنا قطار الحين واقف والله سد الطريق على الناس ما حد يمر بس غريبه لو سد فعلا ما في سيارات تجمعت ما حد سير هنا يمكن ولا راجل وربع قاعدين ياخذون الرواتب كل شوي والله قربنا نفلس طيب يا شباب يعطيكم العافيه على المتابعه هذه كانت لعبه المزارعين المزارعين سيميليتر 2017 كيف زي اثبتنا فيها ان فهد المزارع عنده خبره ما شاء الله كبيره اوكي وان استهان خبرتي لكن اخذته في اللعبه بالضبط فاذا انتم بعد فيكم طلعوا المزارع اللي داخلكم وودكم تجربون فارمنج سيميليتر اطلق المزارع الذي بداخلك الان موجود في السوق وعدد لاعبينها على البي سي اكثر من كول اوف ديوتي بالضبط اهم شيء فيها ملتي بلاير فيها ملتي بلاير اللعبه هذه تلعب انت وخويك تزرعون مع بعض يس يلا يا شباب مع السلامه